حياك يا هلا ومرحبا، مشتاقين. شلونكم؟ شفتوا ماكو؟ دا تمتحنون، ما ادري ايش دا تسوون، اورال وكوزات والدنيا دا مو زينين. ليش مو زينين؟ ايش بيكم؟ دكتور يعني ترى شوفوا، اولا حياكم الله وصبحكم الله بالخير. ترى الصيدله زميلكم يقول احنا جايين بس كيمياء عملي بالصيدله. طبعا الصيدله كان اسمها قبل كليه الصيدله والكيمياء الملكيه، يعني الكيمياء اللصيقه للصيدله. شوفوا، اني طبعا هسه عندي محاضره وياكم، بس مع ذلك محمد قال لي اول البارحه نريد ميت، قلت له انا حاضر، بس اول بارحه الله شاهد مجلس كليه، والبارحه ايضا مجلس كليه مسائي، يعني الاول بارحه بالتسعه، البارحه بالثمانيه، لان تدرون اكو امتحانات اليوم بدت مع الاقسام الاخرى. فشوي اكو شلون تقولون يعني استنفار بالعماده وشغل. بالنسبه انه هو انا اريد التقي بكم، واكثر من لقاء التقي بكم، يعني لان احنا نريد نحقق المطلوب، يعني ان شاء الله اللي هو الوصول إلى العمل الكامل والدراسة والنجاح من قبل. إذا تسمعوني كلكم مو أربع جروبات. أي إحنا بالنسبة إلي أنا باوع بعين كاملة مو عين مجتزئة. يعني شنو عين كاملة؟ يعني عندي مجموعة مواد دراسية، عندي مثلاً درس درس اذا اريد اقيمها او اناقشها او اخذ ملاحظاتكم واعتراضاتكم وغيرها، اجي واحد واحد. اجي مثلا عندي ترمينولوجي، عندي حاسوب، عندي انجليزي، عندي رياضيات. هاي الاشياء اتصور يعني ما عندكم بها خلينا نقول مشاكل كبيره او عامه. والعنده هم انا اني مستعد اسمع. نجي مبادئ الصيدله، ما اتصور مبادئ الصيدله يعني بدنا نواجه بها مشكله. بقانا الكيمياء والبيولوجي، اتصور الكيمياء النظري امتحنتوا مد نظري وامتحنتوا مد مؤجلين، والبيولوجي امتحنا ومد، وراح نزيدكم كل طالب يمكن ثلاث درجات بالاتفاق انا الدكتوره رنادي عن بعض الاسئله، يعني قالت بها ملاحظات. واليوم يمتحنون مد المؤجلين. الكيمياء الاورال وقبل كم يوم البيولوجي الاورال صارت بي فد مشكله معينه، يفترض بالبيولوجي الاورال انحلت. الكيمياء الاورال يعني صار انا البارحه بلغني محمد انه الدكتوره ما تسمح للطلبه بالدخول اذا مو جروبهم، فانا بلغتها، واليوم ايضا بلغ الدكتور امير راح هو ياخذكم، يعني اليوم على الاكثر هو دكتور امير يمتحنكم الاورال، يعني اذا صار اتفاق وحددنا الوقت بعد الظهر اليوم ممكن هو يمتحنكم الاورال، وان شاء الله تكون درجاتكم جيده جدا. محاضر بالفضل قول اي هويه، والله انا هويه بعدني ما يجوز سلمه، يعني مهم لي خل اشوف ورا محاضرتي اشوف دار. روحي انت جين جايله هلا بك هلا بك. اي ف عندنا شنو؟ عندنا البارحه كويس كيمياء، ايضا كان اكو يمكن في مختبر مداخل، لكن انا تاكدت من الاجابات اغلبكم او كلكم تقريبا الاجابه مالتكم صحيحه بها هاي الفرع، واذا لقيت واحد اجابته صحيحه راح اشوفه كلها ايضا نعطيه درجه. بس نعطي المجال، بس نعطي المجال طبعا، خلي اكمل واسمح لكم كلكم عادي، بس واسمح لكم وتدللون. وانا اصلا يعني انا مقصر، لان انا اريد اشوفكم واسمع منكم حتى المواضيع بدايتها يعني خلينا نقول الدارك. بالنسبه لامتحانكم، الامتحان اليوم احنا 22/3، وتقريبا يعني اذا عندنا شيء
يعني يمكن نخلصه خلال يومين ثلاثة. أعتقد يجب أن تدرسون دراسة حقيقية هذه الأيام لمواد النظري اللي هي قصدي الحضورية اللي هي مبادئ الصيدلة والكيمياء، وإحنا راح نكون بورشة عمليات مستمرة وياكم، يعني ممكن أسوي ميت يومي علمي وياكم أني ودكتور أمير لأي ملاحظة. بس أحسن لكم ضحى، حازم سد المايك ضحى، أحسن لكم إنه تدرسوها هالأيام. ليش؟ لأن أنتم امتحانكم صار 5/4. بالنسبة للموعد تعرفون الامتحان يدار من قبل العمادة، وإحنا أكثر من قسم. يعني أنا قلت لهم أنا أريد 1/4، قالوا لي احنا 1/4 بعدنا بدنا نمتحن الحضور المراحل الاخرى، ثاني ثالث رابع الاقسام، واحنا لازم امتحانك نساعدك بادارته، ويعني خلينا نقول ابو الحوكم يحضر المنصه وغيره ومراقبين. فقالوا 5/4 احنا نمتحن كل المرحله الاولى بكل الاقسام. انا قلت يلا بعد احسنهم 4 ايام، يمكن انت اذا هاي صارت لك فرصه ان تقرا المواد الحضوريه، بس كنت تقرا، مو يعني مر السبت ويروح والاحد ويروح واليوم الاثنين يروح. ف تخصص وقت حقيقي للدراسه. وقلت لكم احنا راح نكون، مو بس احنا، يعني انا راح اليوم يمكن اعقد مجلس قسم، راح ابلغهم ان تحددوا لي وقت موحد يوميا لفتح ميت مع الطلبه للاستماع الى اسئلتهم او اي شيء عندهم بخصوص الماده الداخله بالامتحان النهائي. بعد شنو هسه تفضلوا اذا واحد عنده سؤال، او انا اقترح شيء بس وقفوا لي. احنا بس سؤال، هي المحاضره الرابعه اللي بقت هي ولا الخامسه؟ الرابعه مو الخامسه دكتور، اللي هي شنو عنوانها اللي بقى عندنا منها؟ كانت الدنسيتي. الدنسيتي، اها اي نعم. انا هي ما اتصور نحتاج اكثر من ربع ساعه، يعني ثواني. اهلا عمر. لا الدرس كملناه دكتور. ما ايه هي اخر واحده كانت كملناها؟ لا مو اللي هو يقصد على اللي عندنا بها نقص، المحاضره الخامسه هاي مال الفكتور، يمكن كان بها العامل مدري شنو. ايه صحيح كان بها نقص، صحيح. واي اضافه خبر سوي لي اياها كله ورجع لي اياها ابديت عشان ايدك حط لها الاوفيس. ايوه وسكشنات سوي. تسلم، حط لي كل الاشياء الحديثه. شكرا جزيلا، الله يحفظك، ما تقصر. هلا هلا، طيب هلا، مع السلامه. طلاب بس محاضره الفايف اللي هي ريديوسنج اند لارجنج، مو؟ خليني اشوفها والله. density هسه نشوفها. ايه هاي دكتور، عندنا بيها نقص، يمكن كان اخر كم صفحه بس ما اعرف فين بالضبط. اها اي هاي هاي. طبعا هي ال يعني المتبقيات بهاي المحاضره هي reducing and enlarging. طبعا يعني هذه عباره عن نسبه وتناسب، واني اقول لكم من الان انتم لا تخافون من امتحاني الحضوري، يعني ما راح مستحيل راح يشكل اي خوف، لان يعني هي الماده مالته سهله ومو صعبه ان شاء الله. بس لحظه طلع، بس ثواني خوياي على الخط، بس ثواني.
هلا طلاب، ألو اسمعوني؟ نعم دكتور اسمع. على فكرة ما لكم علاقة، يعني احنا نكمل حتى يعني نرجع نسولف ورا المحاضرة، مو كانت مال الميد. شو هاي درجاتكم بالكيمياء بالهاي زينة؟ والله دكتوراني بس الكيم ملوص بي، يعني اكيد واحد مرات تصعد وتنزل، بس شوي يراد لكم تركيز. يعني هاي الامتحانات الالكترونيه يعني ما يتوقعون انه هي اوبن بوك والمحاضره قريبه عليك وغيره، فلازم انت تركز بالاسئله، لا تكون انت تصور السؤال هو مباشره، هذا هو يعني سهل والحل مالته واضح مباشر. ركز وراجع وتاكد. ثانيا حتى هسه الامتحانات الالكترونيه القادمه، يعني انت ترى مثلا احنا نحط 30 سؤال هذا ميد بالله، ويقول لك اختار منها 20، احتمال الفاينل يعني يقول فد 70 سؤال ويقول اختار منها 50، السيستم هو يختار 50 متنوعه عندكم. زين هذا موضوع، بس بعد اذنكم خلينا شويه نقراها بني حتى نخلص منها ونرجع نناقش اي شيء وما يكون خاطركم الا طيب. انا بالنسبه لي تهمني مصلحتكم. اوكي؟ فخلينا نشوف. اللي هذه مر عليكم الكيو 1 سي كيو يعني كوانتيتي سي كونسنتريشن مثل ان 1 في 1 هذه مال الكيمياء تساوي كيو 2 سي 2. خلينا نشوف السؤال اللي بعده، خلينا نقراه نحاول ان نفهمه. اذا عندنا 500 مل يعني هذا بطل المي هذا اللي نشرب 500 مل اوف 15% فوليوم باي فوليوم solution of methyl salicylate in alcohol، يعني انا عندي بطل ابو ال 500 مل ب ماده اللي هي الميثيل ساليسيليت بالكحول تركيزها 15%، يعني انا حاط بال 500 75، يعني حاط 75 غرام ومكمل لل 500 اتحقق عفوا 75 مل لان فوليوم باي فوليوم ونكمل لل 500 حققت لي تركيز نهائي هو 15%، يعني 15 مل من الميثيل سلسليت بكل 100 مل من مين؟ من المحلول هذا الكامل، مو 100 مل من الكحول لا 100، يعني انا 15 واكمل لل 100، يعني مو بالضروره 85 يجوز اكثر، لان عاده السوائل سنعطيكم صف ثاني الحجم مرات يكبر من يختلطن ومرات يصغر. طيب سوي ثاني خففتها لل 1500 مل، طبعا همينا بالكحول، يعني انا من اقول 15% يعني بال 500 عندي 75 مل صح؟ ايش صار عندي؟ صارت عندي هاي ال 75 مل بقت نفسها من الماده الفعاله، لكن السيستم كله تخفف صار 1500 مل. ايش قد؟ What will be the percentage strain؟ يريد التركيز الجديد. فببساطه شديده يقول طبعا تخففت، يعني كانت 15% تخففت صارت ايش قد؟ 5% ثلث ثلاث مرات. وانا يعني طبعا انا اريدكم ضعوا من تتخرج ان شاء الله وتوقف بالصيدليه، انت مو كمبيوتر لو جهاز، انت راح تكون يعني صاحب قرار، يعني راح تركز راح تفكر. انا هسه من شفتها 500 مل صارت 1500 قلت هاي ثلاث مرات احنا خففناها، واحد صارت ثلاثه، اذا ال 15 من اخذوها ثلاث مرات اتش بقلبي عرفت انه هي صارت 5%. من اجي طبقتها للقانون التركيز الاصلي ال 1 الابتدائي في الحجم الابتدائي يساوي الحجم الجديد في التركيز الجديد، وطلع ال 5% هو التركيز الجديد ورا التخفيف من 500 مل الى، يعني انا بالامتحان شو بدي اجيب لك؟ اجيب لك هاي مثلا ال 500 سوى 400 وال 15 سوى 30 واقول خففتها ل 1200 هم ثلاث مرات، هم ال 30 ل 1200 ايش قد تصير؟ ثلث هم صارت تصير 10%. واضح هذا السؤال؟ طلاب واضح هذا السؤال؟ كمل نعم زين نجي هسه،
يعني لازم يكون عندك خيال وتصور، لازم تفكر، مو لازم تقرا قرايه. ولا تخاف، قلت لكم لا تخافون من الامتحان، او يعني من امتحنك كنت اصلا متعلم على الامتحان. بالعكس الامتحان الورقي تجي تقعد عارف لك تري اجب عن مثلا 10 اسئله وانا حاط لك 12 او 13. السؤال الاول تلقى اي بي سي اجب عن فرعين اي بي مثلا او اي سي وهكذا. فالموضوع راح يكون تحت السيطره. ايش ناش نقول؟ نشوف هذا السؤال. اذا 50 مل of diluted، هاي شوي خطأ بالكتابة، of A2 diluted R acetate aluminium 1:20 what is the ratio between، هاي شوي اللغة مال اللغة مال السؤال شوي تغيرت، بس أنا فهمت السؤال. عندنا 50 مل خففناها إلى 1000 مل، تمام؟ تركيزها الأصلي 1:20، إيش قد بالمية 1:20؟ 4 5% 1:20، المية 25 يعني 5%. فنفس السؤال قبل، السؤال قبل إيش ده يقول؟ ده يقول عندي 500 مل تركيزها 15%، خففتها إلى 1000 مل. هنا ما قال لي التركيز المئوي مباشرة، ايش قال لي؟ قال لي الحجم الاصلي 50 والحجم النهائي 1000، وقال لي التركيز الاصلي 1:20 اللي هو 5%. انا طبعا ده يقول 1 بات الى 20 بات، ايش قال لي؟ لا 100، هذا يحول الكسر العشري الى نسبه مئويه. نفس الشيء ورا ما طلع 5% ايش قال؟ قال يعني طبق القانون نفسه ما قبل شوي، بس شوي هنا تقديم وتأخير. ممكن أنا يعني أدز لكم البيج الصحيحة للحل الصحيح، واضح يعني هو ما يحتاج 1:20 تخففت 50 للألف 20 مرة، أهم 20 مرة 20 في 20 400. واحد من زملائكم، ها هلا صباح الخير، روح قول دكتور فاز يقول ما عندي نسخة، خلي تجولي اياها. اي نسخة وتدل يا مرحبا. زين نجي هذا السؤال هسه واضح يعني، طبعا يعني قلت لكم كلها نسبة وتناسب، يمكن هذا الكورس كله انا بقناعتي نسبة وتناسب. هسه لو ادز لكم الحلول مال الاشياء اللي جبت لكم اياها بالامتحان الميد كلها نسبة وتناسب. طيب determine how many grams of 10%، how many grams هنا غرامات صارت، of 10% ammonia can be made from 1800 غرام 28% strong ammonia solution. يعني هذا عندنا strong ammonia solution تركيزه 28%، اريد اخفف الكميه اللي عندي اللي هي 1800 غرام ابو ال 28% اخففها واسوي التركيز 10%. نفس الشيء يعني نسبه وتناسب طلع ال 1800 غرام اذا احط لها مي راح توصل الى 5040 غرام. ايش قد التركيز هذا مال 5040 غرام؟ ها 10%، ممتاز. اي هو هذا التركيز مال الجديد او هاي الكميه الجديده تركيزها 10%، يعني كل نسبة تناسب. نشوف هذا همينه. هنا ايش قايل؟ How many milliliters of 1:5000؟ طبعا هاي من محولها للنسبة المئوية، طبعا بالحاسبة بس تكتب 1 × 5000 يطلع لك هذا 0.02. طبعا حتى
احولها يعني انا بالبدايه مثلا اقول 1 تقسيم 5000 هذا يطلع لي الرقم، بس هذا ما يشكل يعني خلينا نقول كبيرسنت لازم اضربه في 100 يعني انا من نقول 1 دكتور نحول الفراكشن الى ديسيمال بعدين ديسيمال نضربه بالنسبه للمئويه. Can be made how many milliliters of واحد of phenyl mercuric acetate can be made. طبعا هاي اسماء المواد ما لكم علاقة بيها، انتم لكم علاقة بال لازم تفتهم اللغة مال السؤال اللي تحقق الحل. بس خليني اتاكد ان شاء الله بس ثواني صبرون. واحد الى الله 100 واحد الى 20 اكس الى 100 5% نعم او 0.05 من احط شوفوا من اقول 1 الى 20 اكو شغله من اقول 1 الى 20 من احولها كرقم يعني هسه بالحاسبه من اقسم 1 تقسيم 20 شو يكتب لي؟ يكتب لي 0.05 صح؟ من تقسم 1 الى 20 من تقرا لهذا الرقم 0.05 ايش تقرا؟ اها 5% يعني 5 على 100 يعني اذا تريد لذلك من بدال ما تكتب لي 0.05 تقدر تكتب لي 5 وياها رمز بالمية. وضحت الرقم؟ يعني مو تقول لي 0.05% لا ال 0.05 هو كسر 20 decimal fraction، لكن من احوله percent احنا قايلين بالمحاضره الاولى انه التحويل من ال طبعا من الفراكشن العادي كم الفراكشن 1 على 20 اطلع الناتج هو تحول الى 0.05 هذا صار decimal fraction انه بضربه في 100 يتحول الى percentage. نجي على هو هذا السؤال مالتنا 1 الى 5000 يقول ايش قد الحجم يعطيني اياه الاصل الحجم مطي 125 مل لكن هنا ما معطيكم اياه بال يعني الريشيو منطيه هنا كبرسنت اوكي فانت امامك خيارين يعني تقدر على فكره واحد يقدر يبقيها يعني يقدر مثلا تقدر تحل بال وتعوف الكسر يعني بس خلي شلون فهمكم شنو اقصد تقدر تحل وتعوف الكسر ريشيو او كسر مئوي يا وايت بورد ستارت اني وايت بورد يعني انا هسه السؤال مال قبل شويه مال نشوف السؤال إذا 50 مول 1 إلى 20 إيش قد هنا خلنا نأخذ هذا 50 مول خلصتي نشوف الصبونة أنا أقدر يعني أقدر أقول 50 مول ما أقول 5% هي 5% أصلها 1 إلى 20 أو 1 على 20 أقدر أبقيه تساوي 1000 مول
في اكس، تمام؟ يعني انت تقدر الرقم ما تكتبه يطلع لك نفس الناتج، تقدر عاد كيف تختصر هذه. طبعا هي شو تساوي؟ الاكس شو تساوي؟ تساوي 50 في 1 على 20 على 1000. طبعا هذا راح يمكن ينزل جوا تصير ويساوي 50 تقسيم 20000 ويطلع الناتج اللي هو 0.25%. زين يراتكم كم سؤال في حل لكم، يعني قد امثله تحلوها شويه تستفادوا منها. نشوف بعد شيء اثنين، هذا اللي يقول هو بده نحل هو من المليليترز او 1 الى 5000 نقدر كان بي ميد فروم، نقدر نصنعها من 125 مل من 0.2% سوليوشن، فطلعت الاكس تساوي 1400 مليلتر من 1 الى 5000. الانسر نعم. يا هاي مثلا يكون عندكم واحد قبله به مشكله، هذني مرتبات، هذني مرتبات ما بهم يعني ماكو تطبيق مباشر، مجرد الريشيو يعني خلي يصير لك فد سياق انه تستخدم بالريديوسينج والانلارجينج هذا القانون مال كيو 1 سي 1 يساوي كيو 2 سي 2. تجي فقط الارقام اللي انا معطيك اياها، يعني انا لازم اعطيك ثلاث ارقام واحتاج عندك رقم مجهول، فانت تجي هنا بدال ما يعني هذا يصعب عليك تبقي ريشيو حوله ديسمال فراكشن. حتى لو اعطيك اني يعني يمكن جبت لكم بالامتحان هو الاول انه فراكشن عادي وردت مالت يعني الكمن فراكشن هم ينحل ضرب الطرفين الوسطين، فانت يفضل تحوله الى يا اما نسبه مئويه او كسر عشري. بس تنتبه الشغله يعني تنتبه انه انا شريد منك يعني اوكي، يعني هسه من تقسم هسه واحد الى 50000 شو يطلع عندي؟ يعني نقول انا واحد تقسيم العفو 5000 تعرفون ايش قد يطلع؟ احسن 2 بال 10000 يعني 1 بال 5000 يعني 2 بال 10000 هذا بس بقى شنو؟ هذا بقى رقم. نعم. فمن اجيت حولت الكسر الديسيمال الى بيرسنت ترجع للمحاضره الاولى انا قايل لك قانون عندك يقول حتى تحول ال وينها والله محاضره مبادئ الصيدله 1 محاضره 1 يمكن هذه فاندمنتال اساسيات يمكن هي بيها اللي ما ادري بالثانيه هل اشوفها وين هي الارقام طب هذه نعم بقول يا بي هي وين البرسنتج النسبه المئويه هي دورت بيرسنت هاي قسم قال لي انت ليش جايب لنا سؤال خارج المحاضره الخامسه مو قلت لهم يا بي بالاولى انا قايلها قايل كلمه بيرسنت يعني انه واحد الى 100 بارت صح؟ تراني وصلني كل يعني دردشتكم يعني هو لان الولد يقول لي دكتور يطلبوا مني اوصل لك كذا قلت له هذا ردي لك كذا. المهم فهنا ايش قايل؟ to change decimal fraction الى percent directly multiplied by 100 اضربه ب 100 صح؟ فهنا نفس الشيء قبل شوي الرقم طلع لنا اضربه 100 حتى احط يمه رمز البيرسنت نرجع للموضوع بعدها وطلع الناتج، تعقدوا هالدنيا. اوكي؟
هسه نجي هاو ماني مليليترز نفس الشيء. هسه ذا المثال اللي نقروهن انتو، واذا عندكم ملاحظات عليهن او واحد مفتهمن اقدر اني افهمكم اياها، او يلا خلينا نخلص منهن. هاو ماني مليليتر او من 1 إلى 400 استخدمها حتى احط هنا ايش قام يسوي؟ طبعا كل مره يسوي له شغله، مره يعني الحجم يريده بالمول. طبعا هنا هذا 4 لتر، من تحل باللتر مو يطلع ناتج. يعني انا هسه شلون اعطيكم الاختيارات؟ مو عفويه وشرحت لكم. اجي احل هاي المساله اقول بلكي طالب يعوفها للاربعه وطلع للناتج. اوكي يطلع 8، احط لك اياه بالاختيارات وبالحقيقه 8 لتر. انا بيش رايد السؤال؟ رايد بالملي لتر. تمام وهكذا. فهذا السؤال ايضا يعني هاو ماني ملي لتر. السؤال الاخير هذا يمكن نفس عاد. ها هسه دخلنا هاي هنا ترى ايش كم رقم الجالون والباينت وغيره. هاو ماني ملي لتر اوف 1 إلى 400 استخدمه حتى احضر جالون من 1 إلى 2000. نفس الشيء الجالون طلعناه مول، 1 إلى 400 حولناها بيرسنت، والواحد الى 2000 حولناها بيرسنت. طبعا شو هسه 1 إلى 400 قايل 1 إلى 400 يساوي هالقد، هنا ما قايل 1 إلى 2000 يساوي هالقد، يعني رايح عكس اياها. فاحنا شو نسوي؟ لازم يعني لازم انا احب انه ان شاء الله تكوني مرتبه منظمه، واتمنى مو احب يعني مو بالضروره اني كل شغلاتي هيك، بس يعني اتمنى. طيب ويساوي هالقد وهم في 1 في 1. هسه الان نرجع الى الميت الى ابنائي الاعزاء عليه. اول شيء صور تكملوها عسل عصام زينة مروان، لان جايتكم الفاينل عذراء ضحى، لازم تخلون بعد هذا الجروب. ما شاء الله هذا الجروب مخالين بيه لبابة وعلا نور عامر، لازم تستعجلون لان هاي تعليمات. بس انجاد منور ما شاء الله، يمكن لازم خلفيه بيضاء انجاد، حطينا صوره يعني اوفيشال وهكذا. الان يلا خلي من عنده شيء قولوا لي. طبعا لحظه سؤال، انتوا اريد جروب، انتوا يا جروبات سي ودي وجي واتش، انا بس اريد هسه سي. من عنده شيء من السي على مود ما يصير هوست، لان جماعه السي طبعا جماعه الدي والجي والاتش ما راح تسمعون السؤال زميلكم. انا راح يعني احكي للسؤال حتى تسمعون، لان انتم تسمعون بس كلامي كلكم اربعتكم تسمعون، بس السؤال بس جروبهم يسمعه. هسه اريد جماعه السي من عنده خلي تفضل. عمر شاكر تفضل. نعم نعم صحيح. زميلكم يقول البارحه الاسئله كلها مهر واحنا 5 ملازم داخله بالامتحان. اولا عموري مو 5 ملازم داخله بالامتحان، انت داخل عندك بس انطي المجال، داخل عندك الكاتيون ومهر وتقريبا ذني اكو في التشابه، فصار الميلان اكثر لمهر لان به ترسيب للكلورايد وغيره وغيره. اي انطتك على التايتريشن سؤالين بس خل اعطيك البحث صار. طبعا انا دخلت الامتحان الكيمياء، ايش قلت لهم؟ قلت لهم انتم شنو عندكم الشابترات المشتركه؟ قالوا لي مهر والكاتيون. قلت لهم اوكي مهر والكاتيون تخلون عليها 10 من 12. الاثنين اللوخ يا اسماش العفو يا دكتور الماش عندك؟ كان تقول لي انا عندي بقى تايتريشن. نور ايش عندك؟ نور ايش قالت لي عندي السيفتي او الادوات. انا عبالي سيفتي سمعت، خابرت محمد احمد لمحمد بالنسبه للجماعه الدكتوره لما داخل عندكم المهر والغيره اللي هذا الكاتيون والتايتريشن،
بالنسبه للجماعه الدكتوره نور داخل الكاتيون والمهر واللاب سيفتي. ف بيعدل وش بالتايتريشن للبريبريشن. فهذا اللي صار. المهم العشر فروع مشتركه 10 و9 اني اصلا يعني دزوا لي اياها هم الناس واني دخلت واني رجعت لهم اياها قلت لهم الان انشروها للطلبه. فانت ايش سالوكم على موهر؟ ايش عندك هو موهر؟ خليت ماده عرفت ايش قد الكلورايد والزاد من الاي جي حطيت حطيت لك انديكيتر اي شو جاك؟ قالوا لك ها المحيط المحيط هم ايش كاتب لك وانت غير تطالع الصيدلي هم قال لك البي اتش لازم 7 ايش جابوا لك بالاختيارات؟ قالوا لك اسيديك لو بيزيك لو نيوترال طبعا انت تختار نيوترال لان يعني انت تعرف انه اي بعد شنو عمور انت اقول لك ايش قد درجتك ترى عندي درجات كلها هسه انزل لكم اليوم انزل لكم درجاتكم كلها كل شكل عموري انتم مو يعني ما مجاوبين بقدر ما يجوز يعني من بدا اورال صار عندكم نمط ما معتاد هذا مو لا يعني انه احنا في ازمه او في مشكله لا لا ابدا احنا في احسن حال والبارحه العميد قاعد ربع ساعه يمدح بالصيدله فاحنا ما عندنا مشكله لان اني يمكن محمد احمد البارحه بالثنتين ونص امير راسلني قال لي دكتور بعدني اني مدري شنو كان بيت قلت له امير اوكي قلت له راح فدزيت من اني نص الليل لمحمد قلت له محمد هاي درجات الكيمياء دكتور بس انا نزلت لكم البارحه الكيمياء فهو فانتم تدللون يعني اني ليلا ونهارين طبعا طبعا انتم ابنائي فعموري بعد من عنده شيء بحرف السي تفضل عن يزار زميلكم علي نزار يقول امتحان الاورال اربع ملازم هوايه مال الكيمياء اولا انه مو اربع ملازم ايش قد داخلات عندك بال يمكن ملزمتين علاوي شلون اربع ملازم شنو هن الاربعه الاربعه شنو هن الداخله الاسيتيك الاسيتيك هو يمكن بس الاسيتيك هو اللي الرئيسي والمهر انت مو قريته بال يعني هسه قريته على مود الميت يا اخي هي الملزمه هي مو تمام متعلم على التعب علاوي يا حبيبي بتعلموا على التعب بعد وراكم فاينل ورانا كورس ثاني خلوني من هسه انا وزعت لكم المواد والدروس واي مشكله صارت عندنا هيك كورس ثاني ان شاء الله ما راح اشوفه بالكورس الثاني بعد يلا جروب السي بعد فت سؤالين حتى اروح لجروب الدي بسرعه نعم زميلتكم زميلتكم الجروبات اللي بقيت تسمعون تشكو من يعني دكتور الامام مدى يفتهمون على شرحه وانا هذا سامع الكلام من اخرين وراح تصير عندنا يعني الملاحظات هاي كلها يعني نقلت وهو الكورس خلاص بالكورس القادم راح تشوفون وضع مختلف هذا اللي راح يعني اوعدكم به انه الاشخاص اكو تغييرات بالتوزيعات وغيره وفق رؤيه رئاسه القسم واني اقول لكم انه ان شاء الله الحال يكون اكثر خلينا نقول استمراريه وبدون اي يعني عقبات واني راح يكون تواصلي وياكم يعني يوم بيوم ان شاء الله بالكورس القادم مو يعني خلينا نقول مجرد ننتظر محاضرتي مال المبادئ انا راح ادرسكم درس اسمه حسابات صيدلانيه وراح تدخل لكم بيه بالعمل مالته هي دكتوره نور وراح تكون يمكن بالكيمياء او بالحسابات الصيدلانيه دكتوره لو ما راح تروح على غير الدرس على اكثر اللي هو درس الفيزياء الطبيه ويعني الامور كلها ان شاء الله راح تشوفها ما راح تشكو لي من اي شكوى من اللي عندكم حاليا اكو احد بعد من جروب سي ولا اليوم يعني اكثر من 95% ويا دكتور امير امتحانكم الاورال ودرجاتكم زينه ترى انا هسه اعلن لكم العملي ودرجاتكم كل زينه واحنا اصلا
توصيات، عندنا توصيات من العميد انه ماكو شيء اسمه توجيهات، حتى الوزاره ماكو شيء اسمه درجات يائسه وغيره. فاني اصلا سعياتكم كلها راح تنزل خلال هذه الايام ان شاء الله. طلاب هسه رقيه عندك شيء؟ رقيه محمود الاورال عندكم عجد والباشر، بس انا اذا صار ملحق اليوم راح ابلغ محمد احمد التهيئه للي ما عندكم شيء. طبعا درجاتكم البارحه نزلت، درجاتكم نزلت مال البايو العملي، واعتقد يعني كثيرين ما راح يمتحنون اختبار الاعاده، هو متاح للجميع بس متوقع كثيرين ما راح يعيدوه براحتكم انتم، بس لان اذا امتحنت تاخذ درجه جديده ترى مو على بالك، يعني سبعه اريد اسويها 10، اذا السبعه صارت سته تاخذ السته، والمتاحه للجميع لا زالت يعني. طلاب هسه جروب الدي منو عنده شيء؟ تفضل. طلاب دي اكو احد عنده شيء؟ عبير، ندى، مرتضى، سمير تسمعني؟ نعم عبير حسن. نعم. نعم 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 على توصيل الوثيقة، يعني أنتم طبعا استعجلوا، بس إحنا هسه ما راح لا نغلق منصة على طالب ما جايب وثيقة ولا يتأثر أي شيء بالنسبة له، بس لكن هي الوزارة تريدها، والوزارة تريدها كل ما ساعة قبل، فتخلصوا منها الالتزام مثل ما قلت لكم ودرسوا خلصوا من الالتزام. يعني أنا اتمنى وطلب ذاك اليوم برساله زيته لمحمد انه يسوي لكم جدول احسموا لي منه، انت تقدر يعني هو الاسبوع الجاي كله لك، وبالورا راح نمتحن حضوري، عفوا مو حضوري هذا يعني الالكتروني، فانت اذا انت اريدك هالاسبوع خلصت بعد الاورال اليوم اخر مجموعه وغيره، خليها منه للجمعه للسبت، درسوا الدرسين ملاتنا، ومستعد قلت لكم افتح مقابلات وياكم للمناقشه، درسوها بجديه، لا تخنق روحك ترى ما عبالكم اعطيكم اسبوع بين امتحان وامتحان، بالزايد بين يوم ويوم او يومين. تمام؟ فهذا هو بالنسبه للوثيقه استعجلوا بجلبها، بس لكن ماكو شيء ان شاء الله. بعد منو عنده شيء طلاب؟ جروب دي ما عندكم شيء؟ لان سمعتوا طبعا نفس يعني الهواجس، لان انا ترى وصلتني على الهواجس مالتكم مال كيمياء وغيره. وصلت من محمد. نعم بالنسبه لجروب جي والله انا مشتاق لكم، دا اشوف صوركم انس ضياء و... بس يلا ان شاء الله الفيروس اللعين هذا يروح ونشوفكم ان شاء الله. يلا من عنده شيء جروب جي؟ فهد، فهد رياض تفضل. مريم، مريم بسام. نعم 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 مو مشكله مريم، راح احنا يصير عندنا يعني ملحق لهاي الحالات، فتهيئي نفسك انه ممكن جدا نمتحنك يوم الخميس القادم. اوكي يعني زميلتكم درجتها ما وصلت واحنا راح نشوفها، يطلع لك صفر معناها ما صاير ابلود الدرجه، مو مشكلة، بس انتم هيئوا نفسكم وانا راح اعطيكم اعلان وبالاسماء، يعني فلان 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 لكل المواد الدراسية، واحنا حتى بالفاينل ترى ما راح اخليكم تطلعون من لها اذا ما المراقب يقول لك وصلت اجابتك، وتهيئوا للفور جي قلت له لمحمد، وتبقي لي كارت، انت مو بنص الامتحان يطلع الفور جي هاللحظة خلاص. انا متعلم شغلة بروحي هسه، دائما عندي صورة ما اطاق لها صورة كارت بتليفوني، اثنين بالحقيقة. من افعل واحد اشتري واحد جديد اخذ لقطه واضمه مسيفه بالملاحظات مالتي، مو معبي رصيد، لا مرات تعبي 200 الف هم تنسى ويخوفك، لا ضامني كارت احتياط من اتوازى بلحظه يقطع عني اطلع الصوره واعبي الرصيد انقل الرقم على ورقه واعبي الرصيد واخلص. فانتم كذلك، وانا اصلا تليفوني فاتوره بس هو يتعبى بالكارتات، فلازم تكونون، لا تقول لي انا والله الشحن خلص، لازم حضر لك باور بانك هاي الخازنه مال الشحن، لازم اذا الراوتر هم محضر له يو بي اس، هذني ما يكلفن ماديا بس يحل لك مشكله. اوكي؟ زين بالنسبه لبعض
اهلا ومريم تدي اي واحد يطلع له يطالع على الصفر وهو ما سوى سبميت راح نعيد للمحاولة ان شاء الله. منو بعد عنده شيء من جماعه؟ تفضل حمودي تفضل. ليش ما امتحنتم يعني مصطلحات؟ اي بالنسبه لنا اللي ما امتحنا وباقي لهم هذا في الغالب راح اقول لهم تعالوا قدام بدي ناخذ لهم موافقه ويمتحنون الكتروني داخل الجامعه. يعني احتمال كبير هذا. نعم. هو خلص الدكتور زميلكم يقول ما دافتم على الدكتور لما وجاوبت انا على هذا السؤال حمودي. هو دكتور لما خلص بعد انتم بالنسبه للعمل انتهى بعد ارتباطكم به. انتهى العمل البيولوجي وانتهى العمل الكيمياء. ما عندكم شيء بعد، ما عندكم فاينل بالعملي غير هذا اللي هاليومين. الفاينل فقط النظري وان شاء الله يصير التوزيع الجديد على الكورس القادم. نعم منو عنده شيء بعد جروب دي؟ العفو جي العفو. مو قلت لك محمد رشيد سأل على الوثيقة في أسرع وقت ممكن يجلب الوثيقة. يلا تفضل. الجروب الأخير اللي هو اتش. دكتور بس بالنسبة لامتحانات المواد الحضوري تكون بين الامتحانات الإلكترونية لو بعدها؟ زميلكم يسأل الامتحانات الحضوري ايش وقت؟ الامتحانات الحضوري راح تكون بعد ما تخلص الامتحانات الإلكترونية. يعني انتم موعدكم الالكتروني راح يبدي يوم اثنين يمكن. اثنين ثلاثة أربعة خميس وسبت. احتمال يصير مثلا اثنين ثلاثة أربعة استراحة، الخميس امتحان، سبت استراحة، أحد هيك شيء. يعني اكو شيء افتراضات. ليش؟ هسه واحد يسألني ليش؟ لأن احتمال مثلا يردون أول يوم واثنين للكل، كل الأقسام، احنا أربع أقسام عندنا هاي كورسات. ممكن كلهم يمتحنون حاسوب. ثاني يوم يمكن الكل انجليزي وبعدين تصير الدروس المتفرعه. نعم ورا ما يخلص خلينا نقول خلاص الاحد اتوقع انه اثنين ويجوز انا احاول احصل لكم ثلاثة والاربعاء يصير الامتحان اول امتحان وثاني امتحان يصير السبت اللي وراه وخلصت نطوي هاي الصفحه وتصيرون 0.1 فارماسيست يعني 10% صيادله ان شاء الله. بعد من عنده شيء جروب اتش؟ نعم إيه هذا هو تمام. هم يردون يمكن اصلي بس هم يعني هم راح يعطوني بعدين بعد ايام بدايه الكورس الثاني راح يعطوني قائمه باسماء الممثل من وثائق الوثيقه استعجلوا بتسليمها. نعم بعد من عندك الصور هم يردون الاصليه وليست استنساخ بس هم ما دعوني يعني بالاسماء اللي مثل ما ينتظرون يسلم اكثر عدد ممكن وبعدين يدعون البقيه اعتقد يردون اصليه. بعد اهلا يلا شباب جروب اتش. دكتور الصوره مال البروفايل الا صوره رسميه مال الهويه لو عادي اي صوره عندنا؟ لا صوره بس خلي خلفيه وراك مو طلع لي رايح للشلال منتظر. صوره اي والله لو رايح للصيد لو شو وين يعني طلع لنا صوره خلفيه بيضاء ورا. يلا تمام وارده وارده حبيبي. بعد دكتور بس بالنسبه للاورال. نعم دكتور أنا ما امتحن. اي امتحن. تمتحن دكتور نور اليوم ولا دكتور امير؟ اليوم ان شاء الله دكتور امير. دكتور بس ساعة؟ يعني ورا الظهر. مشكور دكتور. زين ما ممتحنين يردون اليوم يمتحنون واوريدي بالجدول عندكم باكر انتم. بس اللي يريد يخلص من اليوم خلي يتهيأ انه ورا الظهر وقلت لكم راح احاسبكم تراني راح افتح ميت اجباري للكل يوم الجمعه. تعال وراح اختار عينات يا مهند فراس ايش قريت بالمبادئ وال طبعا هو مو اليوم مهند هو في يوم الجمعه يعني ايش قريت بس مو تحضر لي اجابه كلكم تقول والله احنا قرينا هسه الالكترونيات والسبت اللاف نبدي بالحكم هذا مو يعني يعني الامر الطبيعي انه تبدي اقرا ذني البعيدات والنوب من تقرب على الرتب بس ثواني ثلاث. اهلا عمر حبيبي اسف ترى محاضره الكترونيه عندي تفضل يا بشر. لا على راسي لا قول
اي اي بدلة بدلة عمر بدلة بدل لي اياه وتوكل وبالواحد تير اكو واحد تير يرهم له واحد تير اذا ما اكو نص تير هاي اي والله عاش عاش هديل. اختار ان كواليتي عالي يعني عمر لا تردد عاش كذا يلا شوف نعم نعم اي اي السريع اختار لي السريع حتى لو اغلى اي السريع اي شكرا جزيلا عاش كذا شكرا زحمه عليكم فاني اريد بكل اني يعني هسه انا بس اسالكم سؤال هسه انتم مثلا مصطفى كريم وياي مصطفى كريم علي حسين شلاش وياك دكتور يعني اكو طالب كتب لي قال اريد الاجوبه مال الاسئله امتحناها مو مشكله انا راح ازودكم بالاجوبه مال كل امتحانات المد حتى تعرف اخاف واحد يعني انا البارحه همين محمد قال لي طالب راسلتني بالدرس مالتي تقول انا متاكده اخذ درجه عاليه بس هي ماخذه درجه قليله قلت له لا خلي اتاكد طبيت لقيتها لا يعني قلت لها اجوبتها مطابقه قلت له راح انطيكم ال وبالحقيقه ما قلت له بس انا يعني نويت بداخلي اني انطيكم الاجوبه النموذجيه لكل الامتحانات اللي امتحنتوها. والله اظن دكتور يعني مو هاي الدرجات. علي حسين يعني الان انتم شنو اللي يخليكم تقرون للفاينل وتعرفون الانستغرام والفيسبوك والسناب شات وحفله عيد الام وغيره يعني تاخذ النهار كله بحفله عيد الام مو يعني والدك والدتك ولي امرك يجي يقول لك يا ابا اقرا علاوي اقرا هسه انا من اقول لكم يا علاوي اقرا ويا هاجر اقري بس بالنسبه لي الجمعه مثلا او السبت او الخميس راح افتح ميت تعالوا فلان قريت اخذ لي عينات من كل جروب اختار لي خمس اسماء سته عشوائيه قريت كيمياء خلي الميت انا ودكتور امير قريت مبادئ الصيدله اقروهن انتم مو بس والله لازم نقرا الحضوريات وبعدين وبعدين وشغلكم ما راح تقرون راح تقرا قبل يومين من الامتحان اذا اعرفكم عليه النمطيه اللي انتم ماشيين عليه ماشي فرجان خصصوا لكم يوميا وقت واضح اللي هو باليوم بالاقل ساعه ساعتين ثلاثه لهذا الامر يلا عندكم شيء بعد لو نختم وهم التقيكم بميت انا مو يعني ممكن بكره العصر هم التقيكم بميت اللي خلينا نقول تخلصون من كل شيء ونتفاهم على بقيه الاشياء اوكي شباب نعم طبعا زميلتكم تسالنا على عبير سؤال كلش مهم يقول المواد اللي امتحنا بها الميد نمتحن بها فاينل احنا خلي اكتب حتى بلغ الجروب الباقي طبعا المواد اللي امتحنتوا بها ميد تمتحنون بها فاينل بس ثقل الدرجه راح يصير عليها اقل يعني خلينا نقول انتم ماخذين ست محاضرات اربعه دخلا بالميد واثنين ما دخلا راح تشوف انتم يعني مو 40% يجي من 100 ما يجي على يعني 4 out of 6 يعني 3 ارباعهن او ثلثين على القبل لا راح تشوف الثلثين اللي ورا الميد والثلث فقط على ذنيك الاربعه يعني الدرجه راح تصير ثقلها الاكبر على طبعا هاي مو شرط بس بصوره عامه هيك راح تكون نعم تفضل زميلتكم تقول الحضور عليه كم درجه طبعا احنا ما كلش يعني يمكن حسبنا عليه درجه لان يعني اتصور يعني راح يكون الحساب بطريقه داخليه ضمن الدرس ومو محدد عليه درجه وعليه كذا بس الكورس القادم راح يتغير الحال راح اكلف اني كل استاذ يوميا طيب الحضور وبالمحاضره الواحد يعني كل طالب اني بعد يغيب له محاضره واحده وسبق وان سويتها بعينات بعض من بعضكم اداعي ليش كنت غايب هي تليفون وتفتح او لابتوب بعد من عنده شيء بالنسبة لي اليوم كملت لكم محاضرة قديمة راح نعطيكم محاضرات جديدة بالحاسوب والبيولوجي والرياضيات
حتى الانجليزي يمكن قلت اريدهم مره، وهي مواضيع جديده وداخله بالامتحان الفاينل. نعم زين استوى يا شغل هذا محمد سعد اشتغل شنو الشغل؟ سهلة سهلة بعدين دز رسالة لمحمد أحمد بالقصة مالتك ويدزيها وإن شاء الله يصير خير الله كريم. راح أسوي لك إياها أورال وترحم للإنترنت. نعم. تفضل بعد من عنده شيء. نعم. أنا تقرأ شنو؟ انت باكر عندك اورال اي انت خو ما تقرا ماده واحده، انت مثلا عندك اورال تقرا له ساعتين كذا، اقرا لك شويه من الفاينل واعتباره من يمكن من باكر وعقب باكر تصيرون فري بعد انتم من باكر ما عندكم شيء بعد فتتفرغ لدراسه الفاينل. اوكي شلون؟ يلا خلصت المحاضرة توكلوا على الله بارك الله بكم نلتقي إن شاء الله تحياتي نعم الفاينل